صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر شاشة مريم تي في، عبر فيسبوك مريم تي في وعبر مواقع التواصل. اليوم الأربعاء 5 نيسان، اليوم منعيد 4 أيوب، أيوب هالنبي يلي ربنا اختاره من بين البشرية جمعاء لأنه عنده قدرة كتير كبيرة بالصبر على البلاء. نحن اللبنانية اليوم كلنا عم نصرخ مثل أيوب، نحن أيضا عم نصبر على البلاء لأنه يلي عم نعيشه بلبنان عن جد شيء بفوق الطبيعة. وقدرة الصبر يلي رح نتعلمها من أيوب، أيوب يلي كان كل ما زاد قهره وجعه وألمه بفقدانه لثروته لأولاده لعمله لصحته لمرضه لأوجاعه، كل ما كان إيمانه يزيد قوة وكل ما كان رجائه بنعمة الرب تقوى أكتر وأكتر. ونحن كمان مثل أيوب مشاهدينا بهذا الأسبوع العظيم، هالأسبوع يلي بيسبق عيد القيامة، نحن مثل أيوب كل ما ازدادت الشدة علينا كل ما زاد إيماننا أقوى وصار أكبر، لأنه نحن أبناء الرجاء ونحن أكيدين أنه القيامة هي أكيد قادمة وقادمة كتير قريب، ومع الفصح المجيد يمكن تكون بداية البشارة الحلوة. واليوم بالاجتماع الروحي اللي عم بيصير ببكركة يمكن تطلع الدخان الأبيض وتبدأ مرحلة انتهاء مسيرة الألام، وعن جد نعيد فصح مجيد وقيامة جديدة مش بس لقلنا نحن كلنا ولكن للبنان أيضا. رح نبدأ اليوم برنامجنا مع اتصال مع الإعلامية جوزيفين أبي غصن يلي عينت كسفيرة من قبل وزارة السياحة للسياحة الدينية بالانتشار اللبناني، لأنها عم بتقوم بسلسلة أفلام سياحة دينية ووثائقية عن مناطق اللبنانية. اليوم رح نحكي عن فيلم جبيل دروبة زورة بخميس الأسرار، حتى نحكي عن كل الكنائس الموجودين بهالمنطقة الأثرية الرائعة جبيل، ويلي بنفس المكان فينا نكون عم نزور 7 كنائس. صباح الخير جوزيفين. صباح الخير إليت، صباح الخير لكل المشاهدين مشاهدين مريم تي في. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك دايما معنا، وشكرا على هالفيلم الرائع يلي عملتيه عن الأماكن الدينية بجبال، وعلى أمل أنه نكون عم نشوف كمان أفلام أخرى مش بس أنه سياحة دينية، سياحة بكامل الأماكن، لأنه كل الأقضية بلبنان وكل الأماكن هي رائعة بالحقيقة إليت. يعني ما بدها شكر لأنه فعلا هي رسالتنا إذا بدي. نعم. هيدي الرسالة الإيجابية اليوم يلي لازم نحملها بظل السلبية القاتلة يلي عم بتحيط بالوطن، وإن شاء الله قريبا مع قيامة لبنان نهاية هالأسبوع مع قيامة يسوع المسيح قيامة لبنان. حبيت من خلال جبيل دروبة زورة بخميس الأسرار وجه دعوة إلى كل منتشر عم بيزور لبنان بهالفترة، أو إلى كل اللبنانيين يلي حابين مثلا ما يعملوا 7 كنايس بمناطقهم، قدم لهم هالفيلم ليشوفوا شو عنا نحن بجبيل وشو نعم. ممكن يعملوا بجبيل سيرا على الأقدام من كنيسة لكنيسة. هو بجبيل في أكثر من 20 كنيسة، ولكن نحن اخترنا الكنائس بالمدينة القديمة يلي بتنطلق من بور جبيل وبتطلع، فيك تكوني موقفة بباركينج بالمدينة وبتعمل الكنائس سيرا على الأقدام. هن كلهم كنائس تراثية قديمة. نعم. عقد حجر رملي، يعني اللي بيشوف الفيلم بيكتشف جمال هالكنائس. الفيلم صار على يوتيوب وبمتناول الجميع انه يشوفوه. منفوت يعني على يوتيوب مشاهدين فيهم يفوتوا يكتبوا
جبيل بيحضروا بازوره بخميس في خميس الاسرار، وبيقدروا يحضروا الفيلم ويتعرفوا على هالكنائس. كنائس كان معي بالجوله الاب سيمو عبود يلي هو رئيس قمطش جبيل. الاب سيمو عبود كان عم يشرح عن كل قديس، عن حياته وعن الكنيسه وتاريخها. صحيح. وكان معنا اكيد اشخاص رمموا هالكنايس او انه هن بيملكوا هالكنايس، لانه في كنايس خاصه مثل كنيسه مرتقله وكنيسه مار يوسف. وكان معنا كمان نقيب الادلاء السياحيين السابق الاستاذ يزيد محفوظ، حكي ليه مدينه جبيل مدينه مقدسه. يعني حاولنا قد ما فينا انه يكون في اراء متنوعه عم تحكي. اكتشفنا بخلال جولتنا، نحن كنا على اساس انه عم نصور 7 كنايس، صاروا 8 و9 كمان. 8 اكتشفنا كنيسه القديس شربل عند راهبات القلبين الاقدسين، هيدا الصرح يلي تقريبا كلنا جبيلية درسنا فيه. كانت معنا ام اميلي طنوس، هي شرحت عن هيدي الكنيسه وكيف عملوها. وفاجأتنا ايضا انه في شابيل للقديسه رفقه داخل حرم هيدا الصرح التربوي يعني. وهيك انتهينا برحلتنا ب9 كنايس مش ب7. مش 7. بخلال الإطلاق لهذا الفيلم، وزير السياحة أعلن أنه أدرج كنيستين ضمن الأماكن السياحية للسياحة الدينية. نعم، هني كنيسة سيدة البوابة. نعم. يلي منعرف تاريخها ويلي يعني هي على سور القلعة. وفي كنيسة مار يوحنا أيضا يلي كمان يعني تاريخها عريق بالمدينة. هودي الكنيستين أدرجهم على لائحة السياحة الدينية، يعني بيصيروا مدرجين، كل الناس بتجي من برا بيتعرفوا أنه وين لازم يزوروا مثلا بجبال هو الكنائس. إضافة يعني هلأ معالي الوزير عنده جولة نهار السبت كمان بقضاء جبيل، في ادراج كنيسه ايضا جديده، هي كنيسه حني ويوكيم، وهي الكنيسه الوحيده بعنايا الوحيده بلبنان على اسم حني ويوكيم. نعم، هي والده العذراء مريم. كمان رح يدرجها اكيد، اضافه الى مواقع يعني بيئيه وخاصه بيوت ضيافه. وانا هون يعني المشروع تبعي بدينا بجبيل دروبه بخميس الأسرار، لأنه حبيت انطلق من هيدا البروجي إلى بروجيات أخرى يلي هي مثلا نضوي على بيوت ضيافة، نضوي على دروب بيئية ممكن أنه يسلكوها. رح يكون إلنا وقفات أكيد مع رؤساء البلديات بالقضاء. وهون كان في اتصال ايضا من المنتشرين، بتعرفي الانتشار اللبناني كتير واسع ومن كل المناطق اللبنانيه. يعني في منهم اقترحوا ليه ما بنعمل طرابلس دروب زورة او زحله دروب زورة. يعني هيدا مشروع لازم يكمل. صحيح، معهم حق. أكيد. يعني بدينا فيه لنكمل فيه. ولفتهم الاسم، يعني بتحسي انه جذبهم الاسم، وكل حدا تبنى الاسم لمدينته. يعني اكيد تبنى الاسم لمدينته. أكيد. يعطيكي ألف عافية. عن جد أنت أكثر شخص بتعرفي أهمية الانتشار وعلاقتك معهم من خلال برنامجك. قديه سهل الأمور على كل الموجودين برا، يضلوا حاسين حالهم أنه موجودين ببيتهم لمن من خلال كل المعلومات يلي كنت عم تعطيها عن لبنان، وهن من خلال حبهم الكبير لهالوطن بكل دقيقة. قوة صمود لإلنا، شكل قوة صمود، لأنه عدده صار فواتروا عن العدد الموجود بلبنان اللبنانية. هيدا للأسف، ولكن نحن حبنا للانفتاح هو اللي خلى معظم شبابنا إنه ينفتحوا على الخارج. وهلأ امبارح كان حدا معي ضيف ببرنامج حكاية الانتشار عم بيقول لي نحن بطل في هجرة وان واي تيكت. لا، منا هجرة قديمة بقى. كل اللي عم بيروح ليطور حاله أكثر، لينفتح أكثر، ليرجع عن الله راد يبني لبنان يلي نحن بنحبه. هيك أكيد بنحب صورته جديدة. أكيد. وأكيد قبل ما أنهي، يعني أنا وياك اثنيناتنا من المدينة، من مدينة جبيل، اثنيناتنا رح نوجه دعوة إنه يجوا يزوروا 7 كنايس بكرة الخميس بمدينة جبيل ويكتشفوا هالكنايس الجميلة جمالها. هيدا صلاتنا اليوم بنرفعها جوزيفين على نية كل الموجودين ببكركي يلي مجتمعين اليوم ببيت عانيا. ببيت عانيا. ان شاء الله
تكون الأجواء إيجابية. بلشت الخلوة، بلشت الخلوة. نعم. وهلأ يعني أكيد إن شاء الله يطلع الدخان طلع. الأبيض، ومع مسيرة هالألام يلي عم نعيشها تكون أكيد. نهايتها مع الفصح المجيد، وتكون قيامة يسوع وقيامة شكرا. لبنان أيضا. أوكي. أنا بدي أشكرك. شكرا، شكرا لك إليك. ويعطيك ألف عافية. هيك مشاهدينا، أنا كمان بكرر الدعوة للكل أنه زوروا مدينة جبيل، زوروا كنيسة، لأنه بمكان واحد فيكم تزوروا مش بس 7 كنايس، تبين أنه صار عنا 9 كنايس بهالبلدة، هالمنطقة الأثرية الرائعة يلي كتير أشخاص صاروا يعرفوها. ومنكمل مع مسيرة الألام، وطبعا كل المراسم يلي بترافق احتفالاتنا الدينية بتكون بهالمنطقة الأثرية الرائعة. إلى حالة الطقس. بيطقس اليوم الأربعاء فينا نقول أنه هو متقلب بين الصحو واحتمال أنه يتساقط بعض الأمطار بعد الظهر. اليوم الجو غائم جزئيا، رح تنخفض الحرارة يلي كنا شدنا أمس ارتفاع بدرجة الحرارة وطقس مغبر. اليوم لا، رح ترجع تنخفض هالحرارة ورح بتضل منخفضها لحد يوم الجمعة، وبرفقة رياح قوية وسريعة بالأيام الأربعة المقبلة. الحرارة اليوم على الساحل بتتراوح بين 13 و20 درجة، بالبقاع بين 5 و17 درجة، أما بالجبال على ارتفاع 1000 متر فبين 8 و15 درجة. مقدمتنا انتهت مشاهدينا، رح ناخد بريك ونبدأ مع ضيوفنا. مرحبا. 5 نيسان، القديس روبرتوس. ولد القديس روبرتوس بفرنسا سنة 1017، انتقل للملكوت سنة 1110 وكان عمره 93 سنة. الفضائل اللي تمتع فيها القديس روبرتوس: القدوة الصالحة، محب للفقراء ومتواضع. نصيحة القديس إلنا: مستعدين كنا أو غير مستعدين، خلينا نطلب من الرب يعطينا نستقبل المسيح بالهوشانا يوم مجيئه الثاني، وندخل معه المجد الأبدي. والله معكم. وقت المرأة تكون حبل كتير بيصير في تغييرات بجسمها، حتى النظر بيتأثر. إذا حسيت إنك ما عم تقشعي مزبوط، هيدا الشيء كتير طبيعي وكل شيء بيرجع بيرجلش بعد الولادة. العيون معقول ينشفوا، حتى الجفون بيورموا مثل بقية الجسم. ما تفكروا تعملوا ولا ليزر ولا ليزك، طولوا بالكم لبعد الولادة. يلي عم بيصير كتير طبيعي وبعد الولادة كل شيء بيرجع مثل قبل.